في بداية الاتحاد كان كثير الناس لا يؤمن بالاتحاد في العمارة، ولكن بعد ما طافن 3 سنوات ويت الرابعة فأصبح ما في صغير ولا كبير لا يرغب في الاتحاد ولا يرغب في ما عمله الاتحاد، لأنه أصبح يراه بعينه ويلمس بيده، يلمس النفع والمسرة بيده ويراها بعينه ويتذوقها بلسانه. وهذا هو اللي أنت وكل الناس اللي يجون ويأخذون إلى دولة الأمارات يرون شعب دولة الأمارات كيف هو وكيف هو مرتاح من هذا العمل.